إذن حنين، صحيح على مدار ما يقارب الأربعة أشهر أمواج البحر الأحمر لم تهدأ. اضطرابات البحر الأحمر تصاعدت خاصة بعد استهداف الحوثيين للسفن. الهجمات والهجمات المضادة هذه خلال الأشهر الماضية وبحسب الخبراء رسمت عواقب عدة على حركة التجارة العالمية. لكن في أعقاب الأزمة طرح سؤال، أين هي الصين من أزمة البحر الأحمر؟ الدولة التي تجني 160 مليون دولار سنوياً من صادراتها عبر الممر المائي، وكذلك نحو 40% من التجارة بين أوروبا وأسيا تمر من خلاله، غابت عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انتقدتها واشنطن بسبب غيابها الملحوظ. بكين ردت وأكدت أنها حاضرة للعمل مع جميع الأطراف لحماية سلامة ممرات الشحن الدولية، وأنها بالفعل استغلت علاقاتها مع طهران وطالبتها بالضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم أو المخاطرة بالعلاقات التجارية بينهما. لكن رب ضرة نافعة، كانت لبعض الموانئ الأفريقية فاضطرت السفن ونجحت في هذه المسألة اضطرار السفن لتغير مسارها واتخذت طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوبية دولة جنوب أفريقيا كبديل. هذا الأمر استفاد منه موانئ في أماكن أخرى، أماكن مثل مدغشقر وأيضا موريشيوس. هذا طبعا جاء من خلال زيادة الطلب على خدمات تزويد الوقود وأيضا إعادة التخزين في هذه الموانئ. صحيح أن جنوب أفريقيا مثلاً قد تكون مستفيدة، لكن هناك الكثير من المشاكل. من بين هذه المشاكل أن موانئ جنوب أفريقيا لم تكن بمستوى الكفاءة المطلوبة، كما أنها لم تكن مستعدة، إلى جانب الازدحام ومشاكل إمدادات الطاقة التي منعت المشغلين من الاستغلال الكامل للأزمة الأمنية في البحر الأحمر.